بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعزائي الطلبة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نلتقي مجددا مع محاضرات مدخل إلى علم السياسة، ومع الجزء الثاني من محاضرة موضوع تحديد موضوع علم السياسة، وبالخصوص تحديد موضوع علم السياسة باعتباره علم السلطة. فإن تعريف علم السياسة بأنه علم السلطة هو الأكثر شيوعاً في عصرنا الحاضر، وأبرز المدافعين عنه هم ماكس فيبر، هارولد لازوير، روبرت دال في الولايات المتحدة الأمريكية، وجورج بيردن، وموريس ديفيرجي، وريمو أرون في فرنسا. ولكن قبل التوسع بشرح هذا الموضوع، لا بد من التمييز بين معاني المصطلحات التالية: التأثير، القوة، القدرة، الشرعية والطاعة، وعلاقتها بمصطلح السلطة. فإن كلمة التأثير تعني أن فرضاً ما يحمل فرضاً آخر على القيام بعمل لم يكن ينوي القيام به، أو عكس ذلك يدفعه إلى عدم القيام بالفعل الذي كان يود فعله. وكل علاقة بشرية لا يكون أطرافها متساوين تتضمن علاقة تأثير على حد قول موريس ديفيرجي. وقد عرف روبرت دال التأثير بأنه علاقة بين فعاليات يقود أحدهم الآخرين بواسطتها إلى عمل الشيء الذي لم يكونوا ينوون عمله لولا تدخله. فالتأثير يعني وجود من هو أقوى من الآخرين، أي وجود عدم مساواة واقعية. وإن كانت هناك مساواة قانونية وردت في نصوص تشريعية، فقد يكون هناك مساواة بين شخصين على الصعيد الحقوقي، ولكن امتلاك أحدهما لقوة أكبر من الآخر تجعله يؤثر على فعله، ويرتدي التأثير أشكالا مختلفة. فقد أحصى روبرت دال 1400 شكل يرتكز على عوامل متعددة، منها القوة المادية والغنى والامتيازات وما إلى ذلك. أما كلمة قدرة فهي تنطوي على عامل ممارسة القهر والإكراه، بمعنى أنه يمكن أن ينزل فرضا ما عقوبة بفرض آخر في حال عدم انصياعه لطلبه. لهذا يقول دال إن القدرة هي حالة تأثير خاصة تنطوي على خسائر كبيرة بالنسبة لمن يرفض الالتزام بها. كما أن لازويل يعبر تقريبا عن الشيء عينه قائلا إن التهديد بالعقوبات هو الذي يميز عامة القدرة عن التأثير. فالقدرة هي حالة خاصة لممارسة التأثير، وهي تعني العملية التي تصيب سياسات الآخرين بواسطة التهديد أو الاستعمال الفعلي لعقوبات صارمة في حال عدم الخضوع للسياسات المرادة. بالنسبة لمصطلح القوة، كثيرا ما يعرف علماء السياسة القوة بأنها القدرة على التأثير في سلوك الآخرين بمقاومة أو بدون مقاومة. وقد تنبع القوة من عدد من المصادر، بما في ذلك الطبقة الاجتماعية، الموارد المالية، الموارد المادية، الكاريزما الشخصية، الجماعية، التأثير الاجتماعي للتقاليد وما إلى ذلك. وغالبا ما يستخدم مصطلح السلطة لوصف القوة التي تعتبر شرعية من قبل البنية الاجتماعية. وبحسب المرجعية الفايبرية نسبة إلى ماكس فيبر، يمكن للدولة أن تفرض مبادئها بالقوة دون أن تفقد سلطتها الشرعية. فالشرعية أمر حيوي لمفهوم السلطة. الشرعية هي الوسيلة الرئيسية التي يتم من خلالها تمييز السلطة عن المفاهيم المختلفة للقوة. لا يمتلك من هم في السلطة فقط القدرة على إجبارنا على الامتثال، ولكن يعتقد أيضا أن لديهم الحق في القيام بذلك. هذا تمييز مهم حقا، ويساعد على وضع فواصل دلالية تحدد الفرق بين القوة والسلطة. فالقوة تساوي القدرة على جعلنا نفعل شيئا ما، والسلطة تساوي الحق في جعلنا نفعل شيئا ما.
في حين يمكن وصف القوة بأنها القدرة على التأثير في سلوك شخص آخر، يمكن فهم السلطة على أنها الحق في القيام بذلك، فإن أساس هذا الحق يعود إلى الشرعية والوجه الآخر للشرعية هو الطاعة. في كتابه قواعد السياسة يذكر هارولد لاسكي أن الدولة تاريخيا قدمت دوما الوجه الصارخ لمجموعة كبيرة من الناس المحكومين تدين بالطاعة إلى عدد قليل من الرجال الذين هم الحكام. وفي هذا الصدد فإن الظاهرة السياسية الأولى لعلم السياسة والتي تتخفى وراء السلطة ليست السلطة وإنما الطاعة. تعبيرا عن أهمية هذا التوجه افتتح أحد أبرز الباحثين السياسيين وهو بارزان دي جوفينال المعروف بتعريفه الخاص للدولة باعتبارها الاحتكار الشرعي للسلطة، كتابه المعنون في السلطة بفصل مخصص للطاعة المدنية. وتعتبر الطاعة حسب تعبير غابرييل مارسيل لغزا يحتاج للاستكشاف لفهم السلطة وتفسيرها، لأن هذه الأخيرة كظاهرة لا تكمن في من يمتلكها فقط ولكن تكمن أيضا في من يتجاوب ويخضع لها ويؤيدها سرا وعلانية. وهذا ما يضع الباحث السياسي وجها لوجه مع أحد أكثر المسائل إثارة في علم السياسة وهي مسألة الشرعية. وأساس الشرعية هو قبول الأغلبية حق فردا أو جماعة في الحكم وممارسة السلطة بما فيها من حق اللجوء إلى القوة إن اقتضى الأمر ذلك. هذا التعريف المبسط يرسم بدقة معالم الشرعية، فهو يوضح أولا قبول المحكومين وقناعاتهم وليس إدعانهم وهو جوهر الشرعية، وثانيا الشرعية ليست مكسبا أبديا ونهائيا بل هي ذات طبيعة تطورية ومتقلبة تتجدد باستمرار وعلى الحاكم صيانتها دوما، وإلا سقط العقد الذي بموجبه تحصل من قبل المحكومين على هذه الشرعية. إذ يجب صيانة ما يسميه ماكس فيبر بالإيمان بالشرعية الذي يعتبره عاملا حاسما، فهو يرى أن كل سلطة تسعى إلى صيانة الإيمان بشرعيتها. باختصار الشرعية هي فكرة واعتقاد وقناعة شعبية بجدارة الحاكمين باحتلال موقع القرار ومركز السلطة السياسية. وحسب جون لوك تعتمد شرعية السلطة السياسية في الدولة بحسبه على ما إذا كان نقل السلطة قد تم بالطريقة الصحيحة أم لا. وتستمد الشرعية حسب ماكس فيبر من مصادر ثلاث: التقاليد، الزعامة الملهمة أي الكاريزما، والعقلانية القانونية. وتعتبر الشرعية القانونية المعمول بها في الديمقراطيات الغربية أرقى نموذج لحد الآن، وتعرف بالشرعية الدستورية المؤسسية. إضافة إلى مصادر فيبر للشرعية يمكن إضافة الإيديولوجيا التي أصبحت تقريبا المصدر الوحيد للشرعية لبعض أنظمة الحكم في العالم الثالث وفي المنطقة العربية خلال العقود الماضية. فقد كانت الإيديولوجيا القومية مصدرا لشرعية العديد من الأنظمة العربية. سؤال يطرح نفسه: ماذا نعنيه بالسياسة علم السلطة؟ حسب أحد أبرز ممثلي علم السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية توماس كوك، فإن فكرة السلطة هي الموضوع المركزي لعلم السياسة ولجميع فروع هذا العلم. موضوع مشترك هو دراسة السلطة في المجتمع من مختلف أوجهها، سواء مصدرها، طبيعتها، أسسها، أدواتها، أهدافها وآثارها الأخلاقية والفكرية والمادية. على هذا الأساس موضوع علم السياسة ليس فقط الدولة، وإنما هناك أيضا الجمعيات المحلية والنقابات والمؤسسات والمؤسسات الدينية وما إلى ذلك. وبتعبير مارسيل بيرلو، كل تجمع يعود لعلم السياسة فور حيازته سلطة. أطروحة علم السياسة علم السلطة ليست حديثة ولا أمريكية خالصة كما هو سائد في الكتب الدراسية.
في علم السياسة، فهي تعود إلى العهد اليوناني ممثلة على سبيل المثال في جمهورية أفلاطون، كما أنها أساس ما اصطلح عليه بالنزعة الميكافيلية في عصر النهضة. وكان وصول أساتذة مهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهاربين من الأنظمة الشمولية دور في إحياء هذه الأطروحة والدفاع عنها في المجتمع العلمي السياسي. فما هي السلطة إذن؟ يعود الأصل الإيتيمولوجي لكلمة السلطة إلى المفردة الإغريقية كراتوس وتعني السلطة، وهذا ما جعل بعض المعلقين على فكرة أن السياسة هي علم السلطة يجادلون أنه لو كان هذا الأمر صحيحا لما كان موضوع هذا الحقل يسمى سياسة بوليتيك ولا بوليتولوجي، وإنما كراتولوجيا، لأن كراتوس تتفق مع السلطة وليس مع بوليس. كلمة السلطة يقصد بها التوجيه والأمر، وهي شكل من أشكال القوة يستند لفكرتي الشرعية والطاعة. ولهذا وكما سبق تقديمه، غالبا ما يستخدم مصطلح السلطة لوصف القوة التي تعتبر شرعية من قبل البنية الاجتماعية. فالسلطة بهذا المعنى تتصف بثلاث صفات، وهي أولا تفترض عنصر الإكراه، ثانيا ظاهرة نسبية، وثالثا ظاهرة شرعية. فالسلطة والإكراه المادي والمعنوي والنفسي في أوسع معانيها وفي أبسطها تتضمن دائما عنصر الإكراه. والإكراه أي الضغط الذي منه يتولد الخضوع والانطواء، قد يكون ماديا وقد يكون معنويا في نفس الوقت. فالإكراه المادي أي الجسدي في الجماعة المنظمة، أدواته عديدة ابتداء من الشرطة والجيش والسجون والحديث عن التعذيب وأساليبه. والإكراه المعنوي يكون نتيجة للخوف والرهبة، وكذلك الإكراه عن طريق الاستيعاب الجماعي، ونقصد بذلك خضوع الفرد واضطراره للانسياق في اتجاه معين نتيجة لانتسابه لجماعة أو منظمة أو حزب أو تجمع معين. السلطة نسبية أيضاً تعبر عن حقيقة نسبية، فهي لا تتحدد فقط بصاحبها بل أيضا بمن توجه إليه، فهي علاقات اجتماعية تدور حول تنظيم مواقع يتجاوب فيها الحاكم والمحكوم على أن هذه العلاقات دائما تصاعدية، فكل حاكم محكوم في آن واحد، وهكذا يكون محصل الضرائب هو صاحب سلطة بالنسبة لمن يجب أن يدفع الضريبة، ولكنه محكوم وليس حاكم بالنسبة لوزير المالية، وهكذا. ثالثا السلطة تتصف بصفة الشرعية، والشرعية تعني القبول والتسليم ليس فقط بمفهوم السلطة، وإنما أيضا بمن يستخدمها وحدود استعمالها. ففكرة السلطة تستند أساسا إلى مجموعة من المنفعات تسود كل جماعة سياسية، بحيث يتحدد فيها طريقة أو بأخرى أسلوب الوصول إلى السلطة. فالسلطة تصير شرعية عندما تعكس تلك المجموعة من المعتقدات السائدة، وهكذا لا يمكن الحديث عن شرعية واحدة، وإنما عن شرعية تتحدد بالمكان والزمان. فالشرعية السياسية خلال القرن السابع عشر وحتى أوائل القرن التاسع عشر كانت تتحدد بالأصل الملكي بالدم الأزرق، أما الشرعية اليوم فتدور في فلك فكرة السلطة الشعبية، أو بعبارة أخرى عن الانتخاب أو الاقتراع العام، كما نجد النظرية الشيوعية والأحزاب الدينية التي تضيف فكرة الانتماء للحزب والولاء للعقيدة كمصدر للشرعية السياسية. فتعريف علم السياسة بأنه علم السلطة يرتكز على مبدأ الفصل في التحليل السياسي بين الدولة والمجتمع، وعلى ضرورة تجاوز التحليل السياسي للإطار المؤسسي لكي يتناول كل ما له صفة سياسية في المجتمع. والصفة السياسية برأي جورج بيدرو هي الصفة المرتبطة بكل حدث أو عمل أو حالة تعبر عن وجود علاقات سلطوية وطاعة،
هدفها خدمة غاية مشتركة لجماعة بشرية، ففي كل جماعة بشرية مهما كان حجمها ودرجة تطورها نجد من يقود ويوجه ويتخذ القرارات ومن يطيع وينفذ ويتحمل النتائج. فجذور ظاهرة السلطة تنطلق من التمييز في المجتمع بين الحكام والمحكومين، وهذا التمييز لا يقتصر على الدولة وإنما يشمل كافة المجتمعات البشرية. فالسياسة برأي ريمون أرون هي دراسة العلاقات السلطوية بين الأفراد والجماعات في سلم تراتبية القوى داخل الجماعات المتعددة والمعقدة. فالسلطة تتكون من نشاط الحاكمين إن في الدولة أو في سائر الجماعات البشرية. نتيجة لذلك تصبح السلطة في الدولة غير مغايرة لما هي عليه في الجماعات البشرية الأخرى. وإذا كانت تحمل فروقات في الواقع فإن الدراسة المقارنة للقدرة في كل من الجماعات البشرية بما فيها الدولة تسمح بتسليط الأضواء على هذه الفروقات. من هذا المنطلق نستطيع القول أن تعريف علم السياسة بأنه علم السلطة هو عملي أكثر من تعريفه بأنه علم الدولة، لأن الأول يفسح المجال لإمكانية دراسة طبيعة السلطة في الدولة دراسة علمية، وذلك بالمقارنة مع السلطة في الجماعات البشرية الأخرى، بينما يزيل المفهوم الثاني هذه الإمكانية. فدراسة السلطة دراسة مقارنة في مختلف الجماعات البشرية تمكننا من اكتشاف الفروقات في طبيعة السلطة في كل من الدولة والجماعات الأخرى، هذا إذا كان هناك من فروقات كما سبق وقلنا. من جهة أخرى، كان لتضخيم القدرة السياسية وللأبعاد التي استخدمتها في الدولة الحديثة خاصة في إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية أثر كبير في تحول علم السياسة من الدراسة العامة للدولة إلى الدراسة المركزة والمعمقة للسلطة السياسية. ذلك أن سلطة الحكام تجاوزت الحدود التي رسمها القانون والقواعد الدستورية في نطاق الشرعية، مما يستلزم تخطي دراسة القواعد القانونية التي ترتكز عليها الدولة أو السلطة والبحث عن قوانين السلطة التي يستمد الحاكم قوته منها. وهذه السلطة السياسية شهدت تضخماً إن في الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة الأمريكية، إن في الدول الغربية أو الدول النامية، إن في الدول المتطورة أو الدول المتخلفة. ففي مثلاً الاتحاد السوفيتي ظهر مع ستالين امتياز حكمه بالخضوع لقواعد السلطة الشخصية المطلقة أكثر مما خضع لأي اعتبارات أخرى، وقد برز ذلك في الحملة التي شنها خروتشوف على ستالين في التقرير الذي قدمه للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي. أما في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا كذلك، فإن تضخم السلطة السياسية ناتج بشكل أساسي عن تقدم التكنولوجيا العسكرية وعن قيام جهاز دفاعي منظم عسكري هجومي كذلك منظم تنظيما دقيقا يرتكز على هذه التكنولوجيا ويهدد باستيعاب سائر مؤسسات الدولة وبالحلول محل الدولة المدنية. وقد نبه إلى هذا الخطر الرئيس إيزنهاور في رسالته الوداعية للشعب الأمريكي في 17 جانفي 1961 إثر انتهاء ولايته، إذ قال: يتوجب الحذر من اكتساب المركب الصناعي العسكري لقوة تأثير في مجالس الحكومة، ويكمن في مثل هذا التأثير خطر كارثي، وهو خطر نشوء قدرة تحل محل جميع القدرات الأخرى، وهو خطر موجود ويمكن أن يستمر. فعلينا ألا نتيح مطلقا لقوة هذا المركب الجديد أن تهدد حرياتنا وعملياتنا الديمقراطية. أما في دول العالم الثالث فإننا نشهد أيضا تضخما للسلطة السياسية، ولكن بأشكال مختلفة تتلخص بتركيز السلطة في شخص واحد أو مؤسسة واحدة، سواء أكانت الرئيس أو الحزب أو الجيش أو ما إلى ذلك. لكل هذه الأسباب
ينصب علم السياسة في عصرنا الراهن على دراسة السلطة السياسية أكثر مما ينصب على دراسة الدولة، ويؤخذ على تعريف علم السياسة بأنه علم السلطة تحويله علم السياسة إلى مجرد البحث عن القوانين التي تحكم الصراع على السلطة، وهذا الصراع ليس سوى مظهر من مظاهر الحياة السياسية. فالسلطة تبدو كأنها أداة سياسية، وفي كثير من الأحيان لا يمكن اكتساب السلطة هدفا قائما بذاته، إنما يكون وسيلة لتحقيق أهداف أخرى. لذلك يخشى أن يؤدي حصر علم السياسة بالبحث عن قوانين السلطة إلى إهمال أوجه أخرى أساسية في الحياة السياسية. من ناحية أخرى، لا يبعد تعريف علم السياسة بأنه علم السلطة خطر الوصف النيومؤسسي على حد تعبير جان بيير كوت، لأن بعض الباحثين السياسيين يعتمدون هذا المفهوم لعلم السياسة في الوقت نفسه، وفي الوقت نفسه يكتفون بأبحاثهم بوصفهم تأسيسا للسلطة، أي كيفية تحويلها إلى مؤسسة واقتراح نماذج تصنيفية للسلطة المؤسسة. المأخذ الآخر على تعريف علم السياسة بأنه علم السلطة وهو مغالاته بالشمولية، فتركيز علم السياسة على تحليل ظاهرة السلطة يقود في النهاية إلى اندماج علم السياسة بعلم الاجتماع، لأنه لا يوجد جماعة تجهل ظاهرة السلطة، ولأن تمييز السلطة السياسية عن السلطة بوجه عام هو صعب جدا. فمن الممكن أن تكون كل سلطة في شكل من الأشكال سلطة سياسية، أو أن تتحول إلى سلطة سياسية، فالثروة والقوة العسكرية مثلا يمكنها أن تتحول إلى سلطة سياسية. لذلك يقول البعض أن هذا التعريف بعلم السياسة تنقصه الدقة، لأنه لا يسمح بوضع حدود واقعية بين علم السياسة وعلم الاجتماع. ولكن هل من الممكن وضع حدود واضحة بين علم السياسة والعلوم الاجتماعية الأخرى؟ هذا ما رأيناه خلال محاضرات سابقة، إن ذلك يبدو غير ممكن، لأنها لا تمتلك ميادين متمايزة تمايزا ماديا، غير أن ما يمتاز به كل منهما هو طريقة اختيار الوقائع ومحور اهتمام علم السياسة واضح، ويصير التعريف بذلك فهو يهتم بالسلطة وبكيفية الاستيلاء عليها والمحافظة عليها وممارستها ومقاومتها، ويكفي هذا لتبرير نزوعه، لأن يعتبر علما متمايزا عن سائر العلوم كما يقول روبسون. إذن فعلم السياسة هو علم شامل وديناميكي. من خلال العرض السابق يتضح لنا أن علم السياسة علم شامل، فهو علم السياسة، فهو علم الدولة بشموليتها، وهو علم السلطة بجميع مظاهرها وتطبيقاتها. أولا، السلطة الجماعية المباشرة مثل السلطة في الجماعات البدائية، مثل العشائر وسلطاتها الجماعية على الفرد الذي إن خالف تقاليدها وعاداتها يتعرض للنبذ أو لعنة التوتم أو الإله عند البدائي، وهي لعنة السلف أو الآلهة، فهو يواجه حكم الإعدام الذي لا حاجة به إلى قاضي أو مقصلة. ثانيا، السلطة المشخصنة، وتتمثل هذه الصورة في المجتمع القبلي، حيث يختص رئيس القبيلة بالسلطة السياسية، وفي المجتمعات ذات السلطة الفردية المطلقة، حيث السلطة من خصائص فرد واحد لا يخضع في ممارسته لمظاهرها لنظام معين. أو المجتمع الإقطاعي الوسيط في أوروبا، حيث كانت من الخصائص القادة الإقطاعيين. ثالثاً، صورة السلطة الأبوية أو سلطة رجل الدين أو مدير المدرسة أو سلطة الأسد في الغابة أو الديك في حديقة الدجاج، والتطبيقات المختلفة المتشابهة لذلك. رابعاً، السلطة المنظمة، وهي تعبير عن السلطة المنظمة في المجتمع السياسي أو الدولة. من هنا القول أن موضوع علم السياسة هو علم التوزيع السلطوي للقيم، لأنه لا يتناول فئة من المجتمع، وإنما المجتمع بكامله، وهو ملزم لجميع أفراد هذا المجتمع.
نعم، وهذا التعريف بعلم السياسة يمتاز عن غيره بالدقة وبمحاولة الفصل بين السياسيات والاجتماعيات بواسطة التمييز بين التوزيع السلطوي وغير السلطوي للقيم، كما يمتاز بعدم حصر موضوع السياسة بالدولة، لأن التوزيع السلطوي للقيم لا ينحصر ظهوره بالدولة، وإنما يظهر أيضا في المجتمعات البدائية والقبلية، حيث توجد سياسة تتناول جميع فئات المجتمع، كما يظهر أيضا على الصعيد الدولي على الرغم من عدم وجود سلطة دولية لها صفة الحكومة. والتوزيع السلطوي للقيم يظهر في المجتمع بظهور سياسة اجتماعية تتناول فيه فئات المجتمع لا فئة من دون الأخرى، وظهور هذه السياسة هو نتيجة لتنازع فئاته على القيم الكائنة أو التي يجب أن تكون فيه، ولا يمكن أن يسوى هذا التنازع إلا بوضع سياسة تفرض على الجميع. والخلاصة أن علم السياسة يتناول ظاهرة السلطة من نواحي ثلاث: أولاً، من ناحية الشكلية كدراسة قانونية هيكلية تدور حول النظم السياسية، أي الإطار الذي يحتضن الحقيقة الاجتماعية، فيه تختلط الدراسة السياسية بالدراسة القانونية. ثانياً، ناحية ديناميكية تناول الواقع السياسي، أي تتناول الواقع السياسي أي التطبيق الفعلي للنظم، أي دراسة ما هو قائم وليس ذلك الذي يفترض أن يكون. وهنا يكون الارتباط بالنواحي الاجتماعية والنفسية أكثر وضوحا، ولو من حيث التحليل الكمي للمادة السياسية. ثالثا، النواحي الوظيفية، أي الأهداف التي تسعى إليها الجماعة السياسية في كلياتها أو في جزئياتها، كحقائق عقيدة مطلقة أو كأهداف محددة بدواعي الأمن القومي. فالدراسة هنا تتطرق إلى مفهوم القيم محمولة هذه على أوسع معانيها. كاستنتاج، لا يمكن حصر موضوع علم السياسة في دراسة الدولة، لأن هناك مجتمعات كثيرة تكونت قبل نشوء الدولة، وهي مجتمعات سياسية ينقسم الشعب فيها إلى حكام ومحكومين، أي توجد فيها سلطة سياسية، فلا يجوز أن تبقى دراسة هذه المجتمعات خارج نطاق علم السياسة. فالظاهرة التي رافقت نشوء وتطور المجتمعات وتطورت معها هي ظاهرة السلطة، والسلطة ليست غاية بذاتها، لذلك من الأفضل ربط مفهوم السياسة بالتوزيع السلطوي للقيم. نلتقي في محاضرة أخرى بإذن الله.